إذن فالتلاعب بالكلمات لا يغير من المعنى والحقيقة شيئا، فالتأليه والعبادة للناسوت متحققة سواء قيل إنه إله تجسد وتأنس أو إنسان تأله أو طبيعة ناسوتية لاهوتية مركبة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. ونحن إذ نحتفي بتخرج الأخيار الأعزاء من الدورة التربوية القرآنية الأولى نبارك لهم هذا التفوق وهذا المنجز الكبير، وحري بنا أن نذكر الغرض الأساسي من هذه الدورات التربوية العلمية والقرآنية، والتي تفتح الأذهان لتقبل معلومات وأفكار وحوارات لا يمكن أن نطرحها دون أن نجعل الحد الأدنى من الحصانة الفكرية عند الأخيار. فالثقافة العلمية بمجمل أمور منطقية وأصولية وقرآنية كاللحاظات المختلفة وفهم المعاني على أساسها، وكمعرفة التصورات والتصديقات والألفاظ والمعاني وتقسيماتها والمفاهيم الكلية والجزئية والنسب بينها والقضايا وأحكامها، ومعرفة القياسات والاستقراء والبراهين المنطقية واختلافها عن الخطابات الجدلية وغيرها من الخطابات والمقدمات الصحيحة وما ينتج عنها وغيرها. إضافة لمعرفة الحكم الشرعي وتقسيماته وأقسام الدليل الشرعي والأدلة المحرزة والأصول العملية والمعذرية والمنجزية وحجية الظهور العرفي وحجية خبر الواحد الثقة وأصالة البراءة وأصالة الاحتياط وأصالة الاستصحاب وغيرها. فضلاً عن البحوث الفقهية كشروط مرجع التقليد وطرق معرفة الفقيه الجامع للشرائط والاحتياط والمجتهد المطلق والمجتهد المتجزئ وولاية القضاء وولاية رعاية شؤون القاصرين وغيرها، وكذلك البحوث العقائدية كأخيار العراق ورايات المشرق وبحث الدجال وبحث السفياني وبحث المهدي في الإنجيل وعقائد أخرى وبحث الدفاع عن المعصوم وغيرها. أيضاً البحوث الأخلاقية المختلفة ومنها العبادة وتكامل الفرد والمجتمع وتربية النفس والمسير في طريق التكامل والارتقاء والمثل الأعلى والآيات والروايات الدالة على تنصيب العالم الفقيه وإرجاع الناس إليه والآيات والروايات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. ومن هنا نجد أن المقام الآن مناسب وبدون أن نحذر من شطحات فكرية وسلوكية بسبب سوء الفهم، فالسيد الأستاذ يريد أن يحصن الأفكار والنفوس والقلوب ويجعلها عصية وممتنعة عن أي تأثير خارجي سلبي يخالف الأخلاق والدين والمعتقد السليم. نعم، السيد الأستاذ يريد الحصانة الجميع من تأثيرات الإلحاد والميوعة والتخنث والانحلال والحشيشة والمخدرات والخمور والإجرام وانحطاط الأخلاق وغيرها من الموبقات. وعليه سنذكر لكم عناوين من بعض بحوث السيد الأستاذ ومقتبسات من هذه البحوث التي تقع ضمن مجموعة سلسلة بحوث مقارنة الأديان وسلسلة البحوث الفلسفية وسلسلة بحوث تحليل موضوعي في العقائد والتاريخ الإسلامي. وسنذكر لكم عناوين من بحث مقارنة الأديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد مع مقتبس واحد منه. بحث مقارنة الأديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد، أهم عناوين البحث: قانون التحدي والمنهج الوسطي في تقارب الأديان، حاجة الرب لكرسي داود وعدم تحقق النبوءة، أعدوا طريق الرب قد اقترب ملكوت السماوات،
صوت صارخ في البرية: توبوا قد اقترب ملكوت السماوات. العهد القديم يدعو للتوحيد، البشارة والنداء بين إشعياء والإنجيل والتلمود وغيرها. مقتبس تحت عنوان لا أزلية ولا لاهوت في اتحاد اللاهوت بالناسوت. هنا عدة أمور. أولاً، في موقع الأنبا تكلى تحت عنوان كتاب حتمية التجسد الإلهي قال 35: متى تم الاتحاد بين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية؟ الجواب إلى أن يقول: ولأن السيدة العذراء ولدت الله الكلمة المتأنس، لذلك فإنها ولدته بدون زرع بشر وبدون ألم، قبل أن يأخذها الطلق ولدت، قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا. وبسبب اتحاد اللاهوت بالناسوت ولدت العذراء ابنها وبكوريتها مختومة، فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل قد دخل فيه فيكون مغلقا. وفي التسبحة نقول: وبعدما ولدت بقيت عذراء بتسابيح وبركات نعظمك. المصدر توكية الأحد. وفي قسمة عيد الميلاد يصلي الآب الكاهن قائلا: الكائن في حضنه الأبوي كل حين أتى وحل في الحشى البتولي غير الدنس، ولدته وهي عذراء وبكارتها مختومة. وبسبب الاتحاد دعيت العذراء مريم والدة الإله. ثيوتوكس، موقع الأنباء تكلم. يقول السيد الأستاذ أليف: لو كان التجسد الإلهي ضروريا وحتميا، فلماذا تأخر تحققه ملايين أو ما لا يحصى من السنين إلى أن جاء وقت الحمل بعيسى في بطن مريم عليه السلام؟ با: ولما كان عيسى متكونا من طبيعتين، اللاهوت والناسوت، وأن وجود عيسى خارجا قد تحقق بعد الاتحاد بين الناسوت واللاهوت، وأن هذا الاتحاد قد تحقق متأخرا أي في وقت حمل مريم بعيسى، فإنه يثبت أن عيسى محدثون وليس بقديم. تاء: وما دام العالم بل العوالم كانت قائمة قبل حدوث الاتحاد بين اللاهوت والناسوت وقبل وجود عيسى عليه السلام، فيثبت أن وجود عيسى ليس ضروريا للعوالم، بل لا حاجة للعوالم بعيسى أصلا، لأنها كانت موجودة وقائمة ومنتظمة قبل أن يوجد عيسى عليه السلام. ثاء: لما اتحد اللاهوت بالناسوت وتكونت طبيعة جديدة، فهل هذه الطبيعة طبيعة لاهوتية أو طبيعة ناسوتية، باعتبار أن النتيجة تتبع أضعف وأخس المقدمتين، وأن الناسوت أضعف وأخس من اللاهوت، أو أنها طبيعة جديدة لا لاهوتية ولا ناسوتية، أو أنها طبيعة لاهوتية ناسوتية معا؟ وعلى جميع الفروض فإنها طبيعة جديدة تحققت ووجدت بعد الاتحاد، فهي طبيعة محدثة ليست أزلية وليست قديمة. جيم: بعد أن ثبت أن اتحاد اللاهوت بالناسوت أنتج طبيعة محدثة، فإنه يثبت أن عبادة هذه الطبيعة هي عبادة محدثة وليست أزلية، وهذا يعني أنها عبادة ليست ضرورية وليست حتمية، بدليل أن كل الشعوب التي سبقت وجود هذه الطبيعة والعبادة كانت تعبد الله وفق التعاليم السماوية التي ترشد الناس لعبادة الله وتوجههم إلى أنواع الصلوات والأعمال العبادية والسبل والوسائل العبادية التي تصح وتتم فيها العبادة لله الواحد، وليس من بينها العبادة المحدثة التي ارتبطت بالطبيعة المحدثة. حا: لما كانت هذه العبادة المحدثة عبادة أصلية وأزلية وضرورية وحتمية، لما تركها الأنبياء والرسل والكتب السماوية، حيث إنهم لم ولن يتعبدوا بها ولن يذكروها أو يشيروا إليها، لا في كتبهم السماوية ولا فيما صدر عنهم من كلام أو فعل. ولو كانت هذه العبادة عبادة أصلية وأزلية وضرورية وحتمية لما استغنت عنها البشرية على طول التاريخ،
إلى يوم حمل مريم بعيسى وحصول الاتحاد المزعوم بين اللاهوت والناسوت. ها لا فرق فيما ذكرناه، سواء أكان وجود الناسوت سابقاً أو لاحقاً أو مقارناً لوجود اللاهوت الذي اتحد معه، فالعبادة للناسوت متحققة على كل حال. وعليه لا يجدي الكلام عن أن الناسوت وجد مقارناً لوجود اللاهوت، فعلى كل التقديرات تكون العبادة عبادة للناسوت بالأصالة أو التضمن أو التبعية، فالنتيجة اليقينية هي تحقق تأليه وعبادة للإنسان والناسوت. نعم إنها عبادة للناسوت المحض أو للناسوت المخلوط بالناسوت أو اللاهوت المخلوط بالناسوت، فالعبادة للناسوت واقعة على كل حال، لأن الناسوت باق على كل حال ضمن الطبيعة الجديدة المحدثة. دال إذن فالتلاعب بالكلمات لا يغير من المعنى والحقيقة شيئا، فالتأليه والعبادة للناسوت متحققة، سواء قيل إنه إله تجسد وتأنس أو إنسان تأله أو طبيعة ناسوتية لاهوتية مركبة من إنسان وإله أو إله وإنسان، لأنهم يقولون إن جسد الإنسان الناسوت يبقى كما هو، لا ينقلب ولا يتحول ولا يستحيل إلى طبيعة ثانية ولا يختلط ولا يمتزج باللاهوت، فيبقى جسد الإنسان ناسوت كما هو دون أي تغيير، فالعبادة تكون للناسوت على كل حال سواء بالاستقلال أو التضمن أو التبع. قال كلاهما وجدا معا في لحظة واحدة، فاتحدا اتحادا ذاتيا طبيعيا جوهريا أقنوميا بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة. ذال يتضح مما سبق أنه لا يتم ما جاء في نفس المصدر، حيث قال إغناطيوس زكى الأول في مؤتمر القدس سنة 1959 ميلادية، والذي عقد من أجل وحدة الكنائس، غير أنه لللاهوت وجد في أحشاء العذراء قبل وجود الناسوت فيها، ولا الناسوت وجد قبل اللاهوت، بل كلاهما وجدا معا في لحظة واحدة، فاتحدا اتحادا ذاتيا طبيعيا جوهريا أقنوميا بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة، بسر لا يدرك، وولدته العذراء بعد 9 أشهر وهي بتول، فصار الكلمة جسدا. ويقول نيافة الأنبا بيشوا مطران دمياط وسكرتير المجمع المقدس: كلمة الله اتحد بالناسوت في لحظة تكون الجنين كمثل حد السيف، أي في زمن قيمته صفر تم التجسد الإلهي، تكون الجنين واتحد اللاهوت بالناسوت. وهذا يحل مشكلة كبيرة لمن يقولون إننا نؤله الإنسان. نحن نؤمن بإله تجسد وليس بإنسان تأله، فيسوع ليس إنسانا صار إلها، لكننا نقول أن كلمة الله الذي ظهر في الجسد، إلى أن يقول إذن فقد تم اتحاد اللاهوت بالناسوت منذ اللحظة الأولى للتجسد. لكنني أفضل أن أقول اتحد اللاهوت بالناسوت في التجسد، وأفضل تعبير هو أن نقول لقد وجد الناسوت في الاتحاد، أي أن الناسوت وجد داخل عملية الاتحاد، أو أن حدوث الاتحاد كان في أثناء تكون الناسوت من العذراء بدون وجود فاصل زمني بينهما، بمعنى أنه حدث في لحظة الاتحاد نفسها. موقع الأنباء تكلم. راء الكلام طويل ومتفرع جدا، ونكتفي بالتنبيه والتذكير بأنه تأتي استفهامات ونقاشات بناء على ما يعتقدونه يصرحون به من أن الأقانيم الثلاثة عبارة عن جوهر واحد وطبيعة واحدة لا انفصال بينها. قال الأقنوم هو كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به وله إرادة، ولكنه واحد في الجوهر والطبيعة مع الأقنومين الآخرين بغير انفصال. موقع الأنباء تكلا. ومن هنا يأتي الاعتراض والإشكال عن إدارة شؤون العوالم وتنظيمها في فترة وجود اللاهوت الجوهر الواحد الطبيعة الواحدة في بطن مريم واتحاده بالناسوت. زاي لكن لا يتوقف النزاع والإشكال والحوار إلى هذا الحد، بل هناك فروض وتفريعات كثيرة لا تحصى
تزيد على عدد الآراء والمزاعم والادعاءات والاستحسانات المطروحة على طول التاريخ منذ عصر السيد المسيح إلى يومنا هذا. ونكتفي هنا بالاستفهام عن أولاً: هل اللاهوت نفسه الذي اتحد بالناسوت هل هو لاهوت الابن فقط أو لاهوت الروح القدس أو لاهوت الآب، أو هو لاهوت اثنين منهم دون ثالث، أو هو لاهوت الثلاثة معاً؟ ثانياً: وهل الأقانيم الثلاثة يفتقر بعضها إلى البعض الآخر؟ فهل الابن والروح القدس يفتقران للجوهرية ويحتاجان الآب من أجل الجوهرية؟ وهل الآب والروح القدس يفتقران للعقل فيحتاجان للابن من أجل العقل؟ وهل الآب والابن يفتقران للحياة ويحتاجان للروح القدس من أجل الحياة؟ حلول أو اتحاد تكثر آلهة وأقانيم محدثة. من موقع الأنبأ تكلى: نقتبس مورداً يشير للمعاني السابقة من أن موت عيسى تحقق بانفصال النفس عن الجسد أو الروح البشرية عن الجسد البشري. أما اللاهوت فبقي متحداً مع جزئي الناسوت بعد الموت، حيث قال: انفصلت نفسه عن جسده، ولاهوته لم ينفصل قط عن نفسه ولا عن جسده. انفصلت الروح البشرية عن الجسد البشري، ولكن اللاهوت لم ينفصل عن أي منهما، وإنما بقى متحداً بهما كما كان قبل الموت. وكل ما في الأمر أنه قبل الموت كان اللاهوت متحداً بروح المسيح وجسده، وهما أي الروح والجسد متحدان معاً. أما في حالة الموت فكان اللاهوت متحداً بهما وهما منفصلان عن بعضهما البعض، أي صار متحداً بالروح البشرية على حدة ومتحداً بالجسد على حدة. والدليل على اتحاد اللاهوت بروح المسيح البشرية أثناء موته أن روح المسيح المتحدة بلاهوته استطاعت أن تذهب إلى الجحيم وتطلق منه كل الذين كانوا راقدين فيه على رجاء من أبرار العهد القديم، وتدخلهم جميعاً إلى الفردوس. والدليل على اتحاد اللاهوت بجسد المسيح أثناء موته أن هذا الجسد بقي سليماً تماماً، واستطاع أن يقوم في اليوم الثالث ويخرج من القبر المغلق في قوة وسر هي قوة القيامة. وما الذي حدث في القيامة إذن؟ حدث أن روح المسيح البشرية المتحدة باللاهوت أتت واتحدت بجسده المتحد باللاهوت، وهو ولم يحدث أن اللاهوت فارق الناسوت لا قبل الموت ولا أثناءه ولا بعده. موقع الأنباء تكلم. أقول تعليق سيد الأستاذ: هل يفهمون معنى الحلول والاتحاد؟ هل اختاروا من بين الأقوال معنى الحلول والاتحاد بحيث يبنون عليه مبانيهم وبراهينهم وحججهم؟ وهل يوجد عندهم خلط بين معنى الاتحاد ومعنى الحلول، أو أن الحلول والاتحاد عندهم بمعنى واحد؟ والآن نترك الحديث عن وحدة الوجود لعدم ترتب فائدة عليه في المقام، ونذكر بعض الكلام لتقريب المعنى وفهم الفكرة. فأقول: الحلول هو أن يحل ويحصل وينزل أحد الشيئين في الآخر كحلول الماء في الكأس، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة للآخر، وبحيث يبقى كل منهما متميز عن الآخر، وتبقى طبيعة كل منهما كما هي ولا تكون طبيعة ثالثة جديدة. فالماء يبقى على طبيعته كما هي، وكذلك الكأس يبقى على طبيعته كما هي. وإلى هذا المعنى يرجع القول بحلول الله الخالق في المخلوق كحلول اللاهوت في الناسوت، حلول اللاهوت في الناسوت، حيث تبقى الطبيعتان كما هما ولا تتكون طبيعة ثالثة جديدة. والسؤال هنا عن عيسى المسيح الذي يؤلهونه ويعبدونه ويقولون إنه أقنوم وإنه هو الله، فهل أقنومية عيسى متقومة بطبيعته اللاهوتية والناسوتية؟ أي بطبائعه الثلاث اللاهوتية والناسوتية، الجسدية والناسوتية الروحية، أو أن أقنوميته متقومة بطبيعة منها دون غيرها؟ وهل أن ألوهية عيسى متقومة بطبيعته اللاهوتية والناسوتية، أي بطبائعه الثلاث اللاهوتية والناسوتية الجسدية والناسوتية الروحية، أو أن ألوهيته متقومة بطبيعة منها دون غيرها؟
فإذا كانت الأقنومية والألوهية مرتبطة بكل طبائع المسيح فإنه يستلزم تعدد الأقاليم والآلهة وتعدد اللاهوت، حيث يكون عندنا أقنوم وإله ولاهوت. قبل الحلول قبل الاتحاد يختلف عن الأقنوم واللاهوت والإله بعد الحلول، حيث أن الناسوت محدث قد وجد عند الحمل أو بعده بفترة، فيكون الحلول فيه أي الاتحاد به حلولا محدثا. وكذلك يتعدد الأقنوم والإله واللاهوت عندما مات عيسى بانفصال روحه عن جسده، أي انفصال روحه الناسوتي عن جسده الناسوتي، فصار حلول أي اتحاد اللاهوت معهما وهما ميتان مفترقان متفارقان حلولا محدثا مختلفا باللحاظ والحقيقة عن الحلول الذي سبق الموت. الاتحاد هو امتزاج واختلاط شيئين حتى يصيرا شيئا واحدا، كما في السكر الذائب في الماء، حيث تكون الماء المحلى بالسكر وهو طبيعة جديدة ثالثة تختلف عن طبيعة الماء وتختلف عن طبيعة السكر. وإلى هذا المعنى يرجع القول باتحاد الله الخالق بالمخلوق، اتحاد اللاهوت بالناسوت، حيث تتكون طبيعة ثالثة جديدة تختلف عن طبيعة اللاهوت بما هي لاهوت وتختلف عن طبيعة الناسوت بما هي ناسوت. فالطبيعة الثالثة الجديدة لا تصدق على الناسوت بما هو ناسوت ولا تصدق على اللاهوت بما هو لاهوت، بل هي طبيعة تصدق على اللاهوت والناسوت بما هما متحدان وممتزجان ومختلطان ومندكان في بعضهما البعض. ولا نحتاج لمؤونة حتى نفهم أن هذا يعني أنها طبيعة جديدة محدثة وأنه أقنوم جديد محدث وأنه إله جديد محدث. وكما في الحلول فإنه تأتي هنا العديد من الاستفهامات، ونكتفي بالتنبيه إلى أن الطبيعة المحدثة الجديدة الناتجة من الاتحاد فإنها طبيعة متكونة من الأصل من ثلاث طبائع: اللاهوت والجسد الناسوت والروح الناسوت. فهل الموت يتحقق بانفصال الثلاثة بعضهم عن بعض فينتج ثلاث طبائع، أو أن الموت يتحقق بانفصال الروح فقط فينتج طبيعتان، طبيعة الروح وطبيعة اللاهوت والجسد معا؟ وهذه الطبيعة الأخيرة المتكونة من اللاهوت والجسد معا هي طبيعة جديدة محدثة، فهي أقنوم محدث جديد وإله محدث جديد، وبهذا ستتعدد الأقانيم والآلهة والعديد منها محدث وليس بقديم ولا بأزلي. سبحان الله وتقدس عما يقولون. ناسوت عيسى بين الموت وعدم الفداء. إشكالات متصورة، بعضها متعلق بولادة عيسى عليه السلام وأخرى بحالة الموت الذي يقولون به. أولاً عن حيثية في الولادة نستفهم: أليف ألف عندما تكون فترة الحمل بعيسى وكيفيتها بنفس كيفية وحمل باقي النساء بأولادهن. قال موقع تكلا: وولدته العذراء بعد 9 أشهر وهي بتول. موقع الأنباء تكلا. باء: وعندما يكون الناسوت مركباً من جسد وروح، فهل اللاهوت اتحد بالجسد أولاً ثم اتحد بالروح عند ولوجها في الجسد بعد أسابيع أو أشهر من بدء الحمل؟ أو عليهم أن يثبتوا أن الحمل بعيسى يختلف في حيثية ولوج الروح، فمن اللحظة الأولى تم الحمل بالجسد والروح معاً وفي نفس اللحظة تم اتحاد اللاهوت بهما. ثانياً لموت عيسى حيثيات، ونذكر بعض ما يتعلق بذلك من استفهامات. فبناء على قولهم بموت عيسى: ألف، فهل الموت قد تحقق بانفصال اللاهوت عن الناسوت؟ كيف وهم يقولون إنهما قد اتحدا ولا يفترقان أبدا؟ باء، أو الموت قد تحقق بانفصال الروح عن الجسد، أما اللاهوت فقد بقي متحدا بكل منهما على الرغم من انفصالهما كما يقول موقع الأنباء تكلم.
موت المسيح معناه انفصال روحه عن جسده، وليس معناه انفصال لاهوته عن ناسوته. الموت خالص بالناسوت فقط، الموت خاص بالناسوت فقط، إنه انفصال بين شقين ناسوت والروح والجسد دون أن ينفصل اللاهوت عن الناسوت. جيم. لكن كلام موقع الأنباء أعلاه يعني أن الموت قد وقع على الناسوت، قد وقع على الإنسان، وهذا يستلزم تهديم نظرية الفداء التي يقوم عليها كل أساساتهم وركائزهم العقدية المبتنية على أن الفداء يكون بحسبه، وأن فداء البشرية والعالم لا يتحقق بموت إنسان مهما كانت منزلته، بل لا بد أن يكون الفداء غير محدد، وأن تكون الكفارة غير محددة، فلا بد من أن يضحي الله بنفسه حتى يتحقق الفداء وتتحقق فلسفة الفداء الإنجيلية. دال. لكن في فرض الكلام فإن الله اللاهوت لم يضحي بنفسه، بل التضحية وقعت على الإنسان على الناسوت، فلا تضحية بلاهوت ولا فداء. قال موقع الأنباء: نعم، إن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. هل التقديس كيفي أو سماوي إلهي؟ الاضطراب غير معقول وفوق المتصور، والباب مفتوح لكل من يشاء أن يدعي ما يشاء، والكلام في خطوات. ألف: الآراء والمزاعم كثيرة جدا لا يمكن إحصاؤها، من حيث أنه لا يوجد ضابط ولا مرجعية لغوية أو عرفية يمكن الرجوع إليها، بل لا يوجد حتى مرجعية إشارتية رمزية نرجع إليها. باء: فكل قول ورأي يصدر من قس أو رجل دين أو مفسر بل حتى غيرهم فهو رأي مسموح ومقبول، بل مشرعا ومقدس وصادر أو مؤيد ومنضى من الروح القدس المعزي والابن يسوع المسيح والآب ومن الله الآب الابن الروح القدس. جيم. ولا غرابة في ذلك، ولا غرابة في ذلك عندما نعلم أن يأتي شخص أو أكثر فيدعي أنه قد حصلت له كرامة بسبب شخص متوفي في رؤيا شاهده فيها أو عند قبره أو بسبب بعض ممتلكاته، فيصير المتوفي ممجدا ومقدسا وثقة جليلا وذا قلب نوراني وفم ذهبي، وما صدر منه من كلام فهو كلام نوراني رباني قد صدر بوحي وإمضاء الروح القدس، حتى وإن خالف المنطق والعلم والعقل والفطرة السليمة. دال. كما يحصل في أيامنا هذه من تقديس مفاجئ مزعوم لأموات، بل لقبور مجهولة لا يعلم أحد أنها قبور أصلاً، فضلاً عن أن يعلموا حقيقة من مدفون فيها. ها، كما لا يخفى عليكم تقديس المركبات وأعمدة الكهرباء والحيوانات والأشجار وغيرها من أمور، وكل ذلك وسط الجهل والتجهيل المقصود المتعمد من أجل السيطرة على البسطاء وإسكاتهم على كل ما يحصل من فساد وإفساد، بل لجعلهم يقدسون الفساد والمفسدين والإفساد. واو. نعم، يوجد فرق بين تجهيل وتجهيل، وبين تقديس وتقديس. فالتقديس الباطل عندنا تقديس جهلاء العالم الثالث والمجتمعات الشرقية والشعوب الفقيرة والناس المتخلفة غير المتطورة والمجتمعات المقهورة المستعمرة، ووراء كل ذلك إنه تقديس منسوب للإسلام، ووراءه دول ومنظمات ومؤسسات إعلامية متكاملة ضخمة. زاي. بينما التقديس عندهم تقديس عالم الغرب والعلمانية والتكنولوجيا ومجتمع الانفتاح والتعري والتحلل والتميع والإلحاد الذي ينسبونه زيفا إلى الكنيسة ودين المسيح. حا. إنه الإلحاد يضرب هذا بذاك ويضرب ذاك بهذا، يضرب المسيحية بالإسلام ويضرب الإسلام بالمسيحية، وكذا يفعل في باقي البلدان وفي كل ما ينتمي للمكارم والفضيلة والأخلاق. إنه الإلحاد يضرب في كل مكان ويهدم في كل مكان.
إنه الإلحاد الذي فشل فشلاً كلياً في إثبات أي أصل أو وجود ولو واهٍ بين باقي الأفكار والنظريات والأديان، فليس عنده إلا اقتناص الأخطاء والهفوات والسلبيات من هنا وهناك. وقد خفي عليه أن قادة الحق من الرسل والأنبياء وأئمة الحق والأولياء والصالحين والعقلاء كلهم وعلى طول التاريخ قد شخصوا الأخطاء والسلبيات وجهروا عالياً من أجل القضاء عليها فكرياً وعملياً، وقد واجهوا بسببها أقسى القساة وأظلموا الفراعنة والحكام حتى قدموا أنفسهم وأرواحهم ضحايا من أجل الحق والعدالة والأمن والرضوان والخلود في الجنان في الحياة الآخرة الأبدية النعيمة الدائمة. طاء. والسيد المسيح وأمه العذراء من ذلك براء، والكنيسة السماوية المقدسة بريئة من ذلك كله، كما أن الإسلام ونبي الإسلام وآل بيته وأصحابه الأخيار بريئون من ذلك كله. نعم إنهم براء من كل جهل وتجهيل وانحراف في الفكر والعقيدة والسلوك. يا نترك الاختيار لكل إنسان وحسب عقله ومستواه الذهني وإدراكه وثقافته وبيئته ومجتمعه، وإن الله مطلع على كل شيء وهو الحاكم الحكيم العادل وهو أرحم الراحمين. أيضا سنذكر لكم عناوين من بحث السيد الأستاذ البحث الموسوم فلسفتنا بأسلوب وبيان واضح مع مقتبس واحد منه. بحث فلسفتنا بأسلوب وبيان واضح، أهم عناوين البحث: الإسلام ما بين الديمقراطية الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية، الديمقراطية الرأسمالية وطبيعتها المادية، وإفناء الشيوعية للفرد ومضاعفات نظامها الخطيرة، والمصدر الأساسي للتصور ونظرية المعرفة، وتساؤلات حول الإدراك وأنواع الإدراك، نقد نظرية الاستذكار الإفلاطونية وغيرها. مقتبس تحت عنوان المفهوم الفلسفي للعالم: إن لمسألة تكوين مفهوم فلسفي عام عن العالم مركز رئيسي في العقل البشري منذ حاولت الإنسانية تحديد علاقتها بالعالم الموضوعي وارتباطها به، ولسنا نحاول في دراستنا هذه أن نؤرخ للمسألة في سيرها الفلسفي والديني والعلمي وتطورها على مر الزمن منذ آمادها البعيدة، وإنما نستهدف أن نعرض المفاهيم الأساسية في الحقل الفلسفي الحديث لنحدد موقفنا منها وما هو المفهوم الذي يجب أن تتبرور نظريتنا العامة على ضوئه ويرتكز مبدأنا في الحياة على أساسه. ونرد مسألتنا هذه إلى مسألتين: إحداهما مسألة المثالية والواقعية، والأخرى مسألة المادية والإلهية. ففي المسألة الأولى المثالية والواقعية يعرض السؤال على الوجه التالي: إن هذه الكائنات التي يتشكل منها العالم أولاً هل هي حقائق موجودة بصورة مستقلة عن الشعور والإدراك؟ ثانياً أو إنها ليست إلا ألواناً من تفكيرنا وتصورنا، بمعنى أن الفكر أو الإدراك هو الحقيقة وكل شيء يرجع في نهاية المطاف إلى التصورات الذهنية، فإذا أسقطنا الشعور أو الأنا فإن الواقع كله يزول، فهذان تقديران للمسألة. والإجابة بالتقدير الأول تلخص الفلسفة الواقعية أو المفهوم الواقعي للعالم، والإجابة بالتقدير الثاني هي التي تقدم المفهوم المثالي للعالم. وفي المسألة الثانية المادية والإلهية يوضع السؤال على ضوء الفلسفة الواقعية هكذا: إذا كنا نؤمن بواقع موضوعي للعالم واحد، فهل نقف في الواقعية على حدود المادة المحسوسة فتكون هي السبب العام لجميع ظواهر الوجود والكون بما فيها من ظواهر الشعور والإدراك؟ ثانياً، أو نتخطاها إلى سبب أعمق، إلى سبب أبدي ولا نهائي بصفة المبدأ الأساسي لما ندركه من العالم بكلا مجالي الروحي والمادي معاً. وبذلك يوجد في الحقل الفلسفي للواقعية مفهومان: المفهوم الواقع المادي الذي يعتبر أن المادة هي القاعدة الأساسية للوجود،
والمفهوم الواقع الإلهي الذي يتخطى المادة إلى سبب فوق الروح والطبيعة معا. فبمن أيدينا إذن مفاهيم ثلاثة للعالم: أولا المفهوم المثالي، ثانيا المفهوم الواقع المادي، ثالثا المفهوم الواقع الإلهي. وسنذكر لكم أيضا عناوين من بحث السيد الأستاذ: البحث الموسوم، وقفات مع توحيد ابن تيمية الجسم الأسطوري. أهم عناوين البحث: الأسطورة الأولى هي الله شاب أمرد جعد قطط، صححه تيمية. والأسطورة الثامنة هي التوحيد التيمي أتاكم بالذبح. والأسطورة التاسعة هي دعوة للوثنية، دعوة للوثنية والشاب الأمرد. والأسطورة الحادية عشرة هي الرؤيا الفتنة والشجرة الملعونة. والأسطورة الثانية عشرة هي الرب بين الحقيقة والتأويل المفقود. والأسطورة الحادية والعشرون هي الأمرد يمهد للدجال وعلاج العين العوراء. والأسطورة الرابعة والثلاثون هي داعش، الأرض مسطحة ثابتة، الشمس تدور حولها. مقتبس تحت عنوان الرب بين الحقيقة والتأويل المفقود. ربما في بعض الأحيان يكون الكلام بصورة توحي للمقابل بأنها فكاهة أو مزحة، لكنها في الحقيقة ليست كذلك. فما نقوله على الرغم من بساطته إلا أنه يرجع إلى برهان فلسفي عقدي كلامي تام، فيكون حجة دامغة، لأنه ليس عندنا إلا أن نتحدث بهذه الأمور والنقوض البسيطة الواضحة لكي لا نجعل الشبهات والفتن في أذهان البعض. قالوا: رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء، شاب أمرد من دوني ستر من لؤلؤ، من دونه ستر من لؤلؤ، رجليه في خضراء، قدميه في خضراء، عليه حلة خضراء، شاب موقر في خضر، عليه نعلان من ذهب، وعلى وجهه فراش من ذهب، شاب موفر في خضر، على فراش من ذهب، في رجليه نعلان من ذهب، شاب ذي وفرة، قدماه في الخضرة. الكلام في خطوات: أولا، لم يتطرق أي واحد من التيمية إلى تأويل حديث الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط، فهل عجزوا عن التأويل أو أنه مطابق ومماثل وحقيقة وواقع لا يحتاج إلى تأويل؟ ثانيا، إذا كان يحتاج إلى تأويل فليجتمع مفسرو الرؤى والأحلام من الإنس والجن، من التيمية ومن غير التيمية، وليفسروا ويؤولوا لنا رؤية الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط. ثالثا، فما هو تأويل الشاب، وما هو تأويل الأمرد، وما هو معنى وتأويل الوفرة، وإلى ماذا يؤول الجعد، وما هو تفسير القطط؟ فليذكر لنا تأويل وتفسير ومعنى وتطبيق ومصداق كل مفردة من مفردات الرؤيا. رابعا، ليبينوا لنا ما هو تأويلهم للروضة الخضراء التي كان يتنزه فيها رب التيمية الأمرد، وما تفسيرهم وتأويلهم للحلة الخضراء التي كانت على الرب يتحلى بها. خامسا، هل باستطاعتهم أن يخبرونا تأويل الستر اللؤلؤ الذي كان يستتر به الرب؟ سادسا، وما تأويلهم وتفسيرهم لقدمي أو رجلي الرب وهما في خضرة؟ سابعا، واستفهامات تأويلية أخرى حسب رواية أم الطفيل: فما هو تأويل مجتمع الإنس والجن التيمي للرب وعليه نعلان من ذهب أو في رجليه نعلان من ذهب؟ ثامنا، توجهوا لهم بتلك الاستفهامات واحصلوا منهم على الأجوبة والتأويلات والتفسيرات الأسطورية الخزعبلاتية. تاسعا، واسألوهم أيضا عن تأويل أن ربهم على وجهه فراش من ذهب، وهل كان يغطي وجهه من حر أو برد أو شمس أو ريح أو غيرها، أو كان الله التيمي محتشما محجبا لا يجوز له كشف وجهه أمام الأجانب؟ وعلى هذا فلماذا فقط حرم عليه كشف الوجه فقط ولم يحرم عليه كشف الشعر الوفرة الجعد القطاط؟ وإذا كان محجبا ومغطى الوجه فكيف عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شاب أمرد؟ عاشرا، هل تلك الاستفهامات وواقعيتها وما يترتب عليها من تهافت وتناقضات تفرض عليهم
دفع بعض تهافاتهم وتناقضاتهم بالقول إن الروايات متعددة بعدد مرات الرؤى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه مرات ومرات، وكل مرة يكون الرب بهيئة خاصة. 11 استفهامات كثيرة جدا جدا، ولتنوير أفكار المؤمنين وصعق إبليس وجنوده الحشوية المشبهة المجسمة الضالين، أضيفوا بعض الاستفهامات ونريد أجوبتها من مع تأويل وتفسير كل جواب منها. 12 فهل الله التيمي شاب أو ليس بشاب؟ وهل هو أمرد أو ليس بأمرد؟ 13 هل لرب التيمية رأس أو هو من دون رأس؟ وإلههم أبو راس، هل هو أصلع أو ليس بأصلع؟ 14 وإذا لم يكن أصلع فهل شعره وفرة أو ليس بوفرة؟ 15 وهل شعره جعد متقبض ملتوين أو أن شعره أملس مسرح مرسل مسترسل مسترسل صبط صبط أو أنه لا هذا ولا ذاك؟ 16 وهل شعره قطط قصير أو أن شعره طويل أو لا هذا ولا ذاك؟ 17 وهل كان يلبس العمامة أو القنسوية أو شيئاً آخر يغطي به رأسه أو أن رأسه كان حاسراً مكشوفاً من دون غطاء أو أنه لا هذا ولا ذاك، فهو لا بغطاء ولا بلا غطاء؟ 18 وهل يخبرنا جماعة التوحيد التيمي الأسطوري عن سبب وجود الإله الشاب الأمرد في الروضة الخضراء وماذا كان يفعل؟ وهل كان أكبر من الروضة أو هي أكبر من؟ وهل كان قائماً أو جالساً أو مستلقياً في الروضة؟ 19 قالوا شاب في روضة خضراء، رجليه في خضرة، قدميه في خضرة، عليه حلة خضراء، موقر في خضر، موفر في خضر، قدماه في الخضرة. ما هو سر اللون الأخضر؟ وما هي حقيقته؟ وما تأويلاته؟ وسؤال بريء، فهل الأخضر يدل على أنه مشجع رياضي محترف؟ لكن لماذا لا يخبروننا هل يشجع الفريق العراقي أو السعودي فكلاهما يرتدي الأخضر؟ وسنذكر لكم أيضا عناوين من بحث السيد الأستاذ. البحث الموسوم الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع مقتبس منه. بحث الدولة المارقة، أهم عناوين البحث: العنوان الأول ميز الفتنة إياكم والفتنة، العنوان الثالث الدولة المارقة وبغض المهدي، العنوان السادس اليوم الموعود في القرآن. مقتبس من بحث الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحت عنوان البشارة نصر من الله وفتح قريب. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يقول السيد الأستاذ: أولاً انتصرت الإرادة الإلهية، انتصرت الإرادة والقدرة الإلهية على معسكر الكفر والشياطين الذين أرادوا أن يطفئوا نور الله تعالى. ثانياً بقي الوعد الحق والبشرى بالنصر والفتح وإتمام النور وإظهار الدين الذين انتظروا جميعاً تحققه بإذن الله تعالى. ثالثاً بشارة إلهية يبلغها عيسى عليه السلام فيبشر برسول الله أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. بل إنها بشارة موسى في التوراة
وقد صدقها وأكدها عيسى عليه السلام في الإنجيل. رابعا، بشارة موسى التوراتية ثم بشارة عيسى الإنجيلية، ثم تأتي البشارة المحمدية القرآنية التي تبشر بالمهدي خاتم الخلفاء الأئمة المصلحين عليهم السلام، الذي يكون على يديه النصر والفتح القريب. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقد جعل القرآن هذا المعنى في مقابل الجهاد بالأموال والأنفس، والذي يحتمل فيه أيضا نصر وفتح. قال تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. لكن هذا الجهاد والنصر يختلف عن النصر والفتح القريب البشرى للمؤمنين الذي يكون في خلافة المهدي الموعود عليه السلام. خامساً، البشرى والوعد الإلهي يشمل الحواريين أنصار عيسى عليه السلام حتى يصبحوا ظاهرين، فلا بد من رجوعهم في آخر الزمان ينالوا ما وعدهم الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بإمامة وخلافة وقيادة المهدي عليه السلام ووزارة عيسى المسيح عليه السلام. وسنذكر لكم مقتبساً من بحث السيد الأستاذ البحث الموسوم الشباب بين إقصاء العقل وتوظيف النص الديني لصالح التكفير والإرهاب ثم الإلحاد. ذكر السيد الأستاذ تحت عنوان أسباب الإرهاب: للإرهاب أساليب ووسائل كثيرة، كما أن مسبباته عديدة. منها: ألف، الأسباب السياسية. غالباً ما يقف وراء الإرهاب أسباب سياسية، فكثيراً ما نرى جماعات تعبر عن رفضها لمبادئ معينة، ويتسم هذا الرفض بالعنف الدموي وتحقيق الترويع والتخويف العام في المجتمع لإثارة الرأي العام ضد السلطات. وقد يشمل ذلك استهداف رموز السلطة الحاكمة. وهذا الإرهاب السياسي يتأثر كلياً أو بدرجة رئيسة وكبيرة جداً بالأوضاع الدولية وصراعات المحاور المتنافسة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. فمثلاً في بداية القرن العشرين كانت كلمة الإرهابي تستخدم كوصف وتعبير للمعارضين السياسيين لحكومة معينة، ثم تطور بل وتغير في المفهوم وفي المصداق بحسب التطورات السياسية وصراعاتها ومصالح أطرافها. باء، الأسباب الاقتصادية. للاقتصاد الدور الرئيسي الكبير المتعاظم في الحياة الدولية وسلوكياتها، فقد صار الاقتصاد المعيار في تصنيف الدول إلى غني وفقير، قوي وضعيف. ولذلك أصبح التخريب المتعمد لاقتصاديات الدول من أهم دوافع الإرهاب من أجل القضاء كلياً على الدول أو جعلها تابعة لدول أخرى في قراراتها. وبهذا تكون الأسباب الاقتصادية راجعة للأسباب السياسية، كما أن العامل الاقتصادي يدفع الكثير للانضمام لجماعات إرهابية سياسية أو دينية أو عنصرية أو فكرية، كما في انضمام الكثير من الفقراء إلى المنظمات اليسارية الشيوعية التي خرجت بدافع فكري سياسي ضد الأنظمة الرأسمالية للقضاء عليها بوصفها تمثل الاحتكار وعدم العدالة وانعدام المساواة. جيم، الأسباب الاجتماعية. عادة ما يكون التلازم بين الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، فتفشي الفقر والبطالة والتضخم وارتفاع الأسعار والعجز عن تلبية ضروريات الحياة الإنسانية الكريمة يدفع الكثير من الناس للانضمام للتنظيمات الإرهابية، حيث يولد ذلك نقمة عند المجتمع الفقير، ويتعاظم ذلك عند أفراد وشرائح فتكون ناقمة وحاقدة ليس فقط على الحكومة والنظام القائم، بل يشمل باقي المجتمع نتيجة ما يراه هؤلاء من ظلم وإهدار لحقوقهم، مع يأس وإحباط فتتراكم الأحقاد في نفوسهم، فلا يجدون طريقاً لإثبات وجودهم والانتصار لذواتهم إلا عن طريق العنف والتطرف. دال، الأسباب الثقافية الدينية. الثقافة الدينية الصحيحة الواعية تضبط سلوك الشباب والمجتمع وتوجهه التوجيه السليم الهادف، وبخلافه تكون النتائج عكسية. والملاحظ أن أكثر المنضمين للجماعات الإرهابية هم من الشباب وصغار السن،
وهذا يكشف الدور الذي تلعبه الثقافة السقيمة في دفع هؤلاء الشباب نحو التطرف الفكري والتعصب المذهبي والتوحش الأخلاقي، والذي سيزيد في تأجيج الصراعات والفتن بين الطوائف حتى في المجتمع الواحد والوطن الواحد. وعليه قال السيد الأستاذ إن مكافحة الإرهاب لا تتحقق بمجرد اتخاذ إجراءات عسكرية، بل ربما يفاقم الإرهاب ويوسعه، فلا بد إذن من أن يقترن ذلك بالعلاج الفكري. ومن الواضح أنه لا يمكن الاتفاق الدولي على الحل العسكري والفكري ما لم يحصل الاتفاق مسبقاً على تعريف وتشخيص الإرهاب، ومع اختلاف التعريف ستختلف وتتعارض الإجراءات العسكرية وكذلك العلاجات الفكرية، وهذا حاصل فعلاً، حيث إن دولاً معينة وحسب مصالحها قد خلطت عن قصد بين الإرهاب وكفاح الشعوب من أجل تحررها واستقلالها. ومن هذا المقام، مقام العلم، مقام التقوى، مقام الوسطية، مقام الأخلاق، يوجه السيد الأستاذ رسالته للجميع إن الكراهية والعنف والإرهاب يضرب في كل مكان ويقع على الجميع ويقع على جميع الأجناس والأعراق البشرية، فالأمر خطير والمسؤولية عظيمة يتحملها علماء الأديان السماوية وأهل الاختصاص، فعليهم أن يدفعوا الاختلاف وعليهم التوفيق بين معاني الكتب السماوية التي ظاهرها الاختلاف، فعليهم العمل بإخلاص ومصداقية ومهنية وعقلانية للتقريب بين المعاني والأديان واعتماد المشتركات وتمكن من تأسيس قواعد ومسائل كلية للعلم وللتقارب بين الأديان. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.